باش تقدروا انتم تاني تجربوا كل الوصفات اللي رانا نخدموهم هنا في كوزينة الو شيف في منازلكم. إضافة إلى هذا كاين الرقم الخاص بالبرنامج واللي هو في خدمتكم مشاهدينا الكرام، اللي هو 023 70 92 94، 023 70 92 94. الكامل اللي يحبوا يتصلوا بنا ويتواصلوا معنا من خلال هذا الرقم لو دار أسفل الشاشة، وكذا من خلال البث المباشر اللي راهو في الصفحة الرسمية لقناة الشروق تيفي على الفيسبوك اللي هي الشروق تيفي. كما تعودتوا كل يوم اثنين عندنا ولا معنا الشيف ناديه، يعني في السمانه نبداوها من السبت لحد الاثنين حتى الغدوه الثلاثه، دائما بوصفات رائعه كروعتها الشيف تاعنا اللي نحبوها بزاف وانتم ثاني تحبوها بزاف، وطلباتكم كامله يتقرا فيها في التعليقات وتحاول انها دائما تلبيها هنا في البلاطو. ما نطولش عليكم مشاهدينا الكرام، ما نطولش ثاني على كامل الناس اللي يشوفوا فينا من خلال البث المباشر، ونستقبل شفنا نادية. مساء الخير. مساء النور. اكرام شراكي صباح لاباس صباح ياك مليحه كالعاده بلا ما نقول لك محلاكي جميله محلا زينك كيفاش نادية صافا لاباس ولا غير الحمد لله؟ قلت لهم نادية في اشاك فوا تقرا التعليقات تاعكم وكل يوم دير لكم وصفه، يعني صح احنا ما تخلصش كي نكملوا ثلاثه اكزاكتومون نقعدوا هذه تبعت لهذه، هاني شفت انستغرام هاني شفت في الفيسبوك لازم يعني هذا دونك اليوم اطباق جديده وصفة طحين الناس تعجبهم بيان سور، وحاجه اللي يقدروا كامل يجربوها كالعاده بيان سور. مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. كش ما عطيتي لهم انديز كش ما شوفي ما عطيت لهم والو قلت لك نبداو ديريكتومون ونشوفوا الوصفات مع الشيف ناديه باسكو راني نشوف الكبده منا ومنا فوالا، دونك ما عرفتش لا هذه ولا هذه سي دو غوسيت كوم انا بارفاشيني كي ندير ان انغريديون دابيا نعطي لهم 2 3 روسيت به باش يغارديو اشاك فوا لي روسيت احسن ما شغل انا جيم با داك لي ميلانج كبده دجاج لحم تشوفوا نحب مثلا سلق يقعد سلق سلق حتى نكملوا مع اكزاكتومون يعني ديري منو اللي يقدر يكون فيه حاجه وحده وتقدر ديريها منها ونجيب شي شوكولا تاع الوجدان من عند ليكيب يعطيك الصحه رضوان ميرسي نطلعوا السكر لا ما خبيناها باش ما يشوفوهاش عم تبدوها باش ندوها انا ونادية انا شوكولا نواخ انت يا شوكولا نواخ شوكولا نواخ تاعك ولا نديها هذوما دونك مشاهدينا الكرام بلا ما نساو لي سبونسور تاعنا اللي دائما مرافقيننا في برنامجنا برنامج الو شيف، عندنا شوكولا اتارتيني الوجدان عسيله تاع الوجدان كذلك اللي ترافق دائما في التحليات تاع الوصفات تاع شيف ناديه ولا حتى شيف ناديه في برنامج الو شيف، وكذا الكلاساج تاع الوجدان دائما عندنا شوكولا نواخ شوكولا بلون شوكولا نوازيت وشوكولا اولي وكذا بيان سور مارغارين ماني اللي ما نستغناوش عليها في وصفتنا والشيف نادية فاليداتها، وانا كي شفتك فاليديتها الشيف نادية سيناها تاني في الدار الي مانيفيك هايلة ميم الكو تاعها هايل قلتها لماما اون ديغي حرة فوالا اون ديغي دو بوغ فوالا اكزاكتومون و بيان سور لي تابلات دو شوكولا وين نشوفوا منا ولا منا عندنا شوكولا نواغ غوتيلا تاع الوجدان وعندنا كذلك شوكولا تاع نوازيت هايليك غوتيلا اوسي هذه بزاف بنينه بزاف هايله وهذه اولي دونك اللي ما يحبوش نوازيت ولا ما يحبوش الكوتا نواغ ولا هذه شوكولا اولي عندنا هذه وهذه كما قلنا لكم شفتوا ديجا معنا الوصفات هكا تاع لي براوني تاع لي كوكيز تاع لي فوندون تقدروا بهذا الزوج تقدروا ديروا لي غاتو تاعكم فوالا هذوما واللي يحب الكونوازات انا وليت شاف علمتني ناديه خلاص اللي يحب الكونوازات يقدر يدير كونوازات فوالا هذه هي هاملك تري بيان دونك نعاودوا نولي للشيف ناديه وشوفوا لي غوسيت ولا الوصفات تاع نهار اليوم بسم الله ديت لك شويه من الوقت ناديه معليش لا معليش لازم شي امبيون افون دو كومونسي تري بيان الوغ عندنا لهنايا كبده مشرمله لكن بطريقه اخرى ماشي كاع الطريقه تاعنا الطريقه تاع اليمنيين الناس اللي يروحوا للعمره ولا ياكلوا بزاف هاد هذه الكبده مشرمله بالخضر حنا عرفوا كبده مشرمله تاعنا صوص شويه درصا شويه خل ومعدنوس من الفوق وانت درتي كبده مشرمله هذه طريقه مختلفه تماما كنت دقتيها معايا عندها شحال في صح 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 لهنا حنديروا دي زونتخي بالكبده حنديروا دي كوب كيك بالكبده بلا باتا فيلو طريقة جديدة وحنديروا لو كيك اللي دومونديتو المرة البارح قولي لهم شكون موسكوتو تاع الطليا موسكوتو تاع الطليا
لي طلبوا من نوع الى زوج ولا ثلاثه البارح في الاتصالات تاع المشاهدين. دونك هاي ليك لا بروف كو في كل مره ان شاء الله كامل الوصفات اللي طلبوهم ان شاء الله يا ربي نجربوا انهم يكونوا هنا في برنامج الو شيف، وطبعا مع الشيف ناديه ولا حتى شيف نديم. نقول لكم انه تعليقاتكم كامل ندوها بعين الاعتبار، ماشي معناها كيما نقراوش تعليقات هنا على المباشر ولا ما نردوش على التعليقات انه ما راناش نشوفوا فيهم، لكن تعليقاتكم كامل حندوها بعين الاعتبار. تحيه كبيره لكم كامله كتفاعلوا معنا من خلال هذا البث المباشر ولا من خلال قناه شروق، يعني المشاهدين اللي يشوفوا فينا ولا حتى الناس اللي تحاول تتصل بنا. اذا نعاود نولي للوصفه تاع نهار اليوم، نعاود نذكركم بالوصفات اللي نهار اليوم. ناديه عندنا كبده مشرمله يمنيه على الطريقه اليمنيه، عندنا لي كوب كيك تاع الكبده يعني سي دي زونخي ولا سي دي سالي نقولوا، وكذا موسكوتشو تاع طليه يا اخي هاك تاع بكري تاع طليه داك اللي يتقطع كاري. فوالا نعطيو لهم المقادير تاع الفضلينا ديالنا. ميرسي اكرام، نزيد فضلك. عندي لهنايا كبده، حبوا تاع البقري، حبوا غلمي، حبوا دجاج، حبوا لادان، يولي ليهم اختيار. اوكي، هي تجيب لينا تاع البقري، مي كل واحد ومقدوره، اللي يقدر تاع الغلمي يقدر، اللي يقدر تاع البقري يقدر، اللي يحب تاع الدجاج يشري تاع الدجاج، اللي يحب تاع البقري يدير بقري ولا لادان ولا، المهم لهنا على حسب البيجي تاعهم. الوصفه ما تتغيرش، هي هي لهنا تتغير على حسب البيجي تاعهم، على حسب واش يحبوا ياكلوا. عندنا لهنا واحد 500 غرام تاع الكبده، عندي زوج حبات طماطم تكون طايبه شويه، لكن ماشي ديك طايبه اللي لحمتها رايحه، لازم تقعد لي باش نقطعها هكا، لانه انا كي حنطيبها هاد لي ليغوم تاعي ايتو حيقعدوا كخوكو. عندي لهنا حبه بصل مقطعه جوانح اون لاميل، فلفل لهنا خيرت بالالوان، هي تجيب فلفل احمر ولا اخضر، لكن انا حبيت ندير هذاك لو ميلاج تاع لي كولور باش فوالا كالعاده. عندي لهنا 5 سنينات تاع الثوم، حبه حار مقطعه اون روندال، هذا الحار مرقد للتزيين. عندي لهنا بطاطا قطعتها كوم دي فخيت مي شنو شويه رقيقه. اوكي تخي بيان، سي اون غوسيت ديفيرونت على الكبده المشرمله، حنا الكبده المشرمله تاعنا ما فيها لا خضره لا بطاطا، هذه كون فيها الخضره حنزيدوا لها في القيمه الغذائيه تاعها. لي زونفون كي تعرف يشوفوا لي فخيت ايتو اي فون ايمي سا. هذه هي كمون ملح فلفل كحل، هذا واش نخلوها ولا المسكوتشو نخلوه على كوم فوالا. تفضلي ناديه نبداو بتحضير وصفتنا لنهار اليوم. مشاهدينا الكرام دائما مع الشيف ناديه، دونك كما قلت لكم عندنا كاب كيك تاع الكبده وكذا كبده على الطريقه اليمنيه، دونك حنا نقولوا كبده مشرمله هما يشرملوها على طريقتهم. فوالا نديروا حبات على البصل نديروها لهنا تدبال لنا، لهنا البصل يقعد كروكون، الفلفل يقعد كروكون، كروكون واش معناتها؟ معناتها الحبه شغل كي ناكلها تقعد ماشي طايبه، الفلفل ماشي طايح هكا، احنا ما عندناش ثقافه تاع ناكلوا الخضره كروكون، لكن هي الخضره كروكون تقعد القيمه الغذائيه تاعها، الفوائد لي فيتامين تاعها كاع ما يروحوش، حل الخضره تلمو طيب بزاف القيمه الغذائيه تاعها كامل راهي رايحه تروح. دونك انا ما حاش نخليهم كروكون، لانه قلت لك احنا ما نحبوش هذيك تاع حاجه كروكون، الوغ لا البصل تكوني تاكلي في ماكله وتلقاي البصل هكاك خضر سي هذاك تبغي في شلاده يجي هكاك فوالا في شلاده، باغ كونتخ في الماكله تشوفي هكاك شويه بصل وكبير وماشي طايب ما نحبوش حنا هذيك الحاجه. دونك انا حنطيبها شويه اكثر. هما واش يديروا؟ يسبقوا في الكبده يشرملوها يطيبوها بالثوم والبصل باش يديروا هذوك الخضر يزوج دقائق ثلاثه. انا واش حندير؟ حندير لو كونتخيغ، لانه شغل حنا ناكلوا سي فغي سي دي غوسات ماشي تاعنا، مي ناكلوا حنا واش رانا حابين. دونك واش نسبق في الخضر ندبلهم تخي تخي بيان باش يطيبوا كامل، ومن بعد باش نزيد لهم الكبده على فا. حنا باغ كونتخ ما نحبوش الكبده طيب بزاف، شتي حنا الكبده اللي هي هكا ونحوها من فوق النار، الوغ لهنا نسبق بالبصل نخليه يدبل لي شويه، من بعد نبدا نزيد لي زانكغيديون الاخرين بشويه. اوكي فوالا لهنا اللي يحب الحار يدير الحار، اللي ما يحبش الحار ما يديروش بيان شو. زيد جيب لك لاطوماط. ندير قدامي هنايا. اوكي نحيي لينا بيان. اوكي. لي فخي تاني نخليها. وهذي اذا مشاهدينا الكرام دائما برنامج الو شيف تعودتوا وتعودنا عليكم حنا كذلك، ونستقبلوا اتصالاتكم دائما من خلال الرقم لو ظهر اسفل الشاشه، ونستقبلوا اول اتصال لعدد اليوم ونقولوا الو مساء الخير. الو. الو مساء الخير. مساء النور. واش راكي؟ صافا الحمد لله. وانت يا اختي كلام صافا؟ والله غير الحمد لله. تعيش يا حبيبتي. صافا سي ان كرون بليزيغ نهضر معاك. يعطيك الصحة لو بليزيغ بارتاجي ما شيري. الله يعيشك. كنقول لك الخير سي نادية. مساء النور. ان شاء الله تكونوا مليح، يعطيك الصحة على الوصفات اللي كديريهم لنا. بنجمي حبيبتي، واش راكي صافا؟
والله الحمد لله تولى عليكم يعيشك. الحمد لله. انا حبيت نشكرك، شوفي كاع اللي عيطوا لك يشكرك على الاطباق، نشكرك حاجه الاولى على الاطباق، صح نشكرك ثاني على على زوج حاجات، على الطابله كيفاش تحطيها يعني تزيد النص. يسلمك يا عيشة. لازم ديري لنا ديكور جديد اشاك فوا بلا فيسال حاجه طوب. صح معروفه ناديه تحب لا ديكوراسيون. اه هذيك شوفي هذيك انا نعطيك 10 سور 10. ميرسي. صح سي فغي والله. قولي لنا برك عرفينا عليك. فغيمون. سونيا من العاصمه. نعم سوميا. سونيا. اه سونيا سمحي لي سونيا. قلت لك سونيا اشاك فوا نقولوا لها ناديه نقولوا لها في لا ديكوراسيون يعني اضافه الى يديها البنان هذوما والطياب البنين اللي ديروا وهي شابه الله يبارك عليها. يسلمك. ديكوراسيون هي ديكوراسيون يعني راهي 10 سور 10 فيها يعني الله يبارك عليها. والله انا نعطيك لها نعطيك لها على النقطه اللي قلت لها. والله وشوفي وماشي غير هنا ما في دارهم كل ما تحطش هذيك الطابله الله الله وتشبعها ومنها وتصور ما تقعدش ما تاكلش. شوفي كذب عليك شوفي صح كي تكون ماكله بنينه وتكون نيت هذيك القعده والحصه. سي فغي. دايوغ شوفي بالك برك كي نحطوا طابله تاعنا في رمضان ولا كي نحبوا نشبحوها. سا دون اونفي. فوالا يا اخي يقول لك تاكل العين قبل ولا لا لا. اه وي سيرتو حنا لي زالبيريان نحبوا ناكلوا بعينينا نشوفوا عفسه شابه قبل. تعبي عليها توقفي وكامل مي كي تقعدي كي تشوفي لا طابله هذيك تزيد فيك. صح سي فغي صح سونيا. سونيا قولي لي تدخل شويه الكوزين انت يا بيان سور. ما كاش ما كاش اللي يدخل في الكوزين. ما كاش كاين هنايا بصراحه الكوزينه كي تحبي ديري حاجه تحبيها انت تدخلي ديريها لازم. صح دوك نقول لك سونيا والله هاي نادي على بالها انا ماما طيب ثاني طيب بزاف 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 بنين دونك شغل والفنا تكلت عليها انايا كل ما طيب حاجه نحب ناكل غير من عندها. شوفي اختي كرام باش ما نكذبش عليك وبالك يعرفوني ولا يسمعني ماما ولا كي كنت في دارنا سي لا ميم شوز هكا ماما هي كي كنت في الكوزينه كلش. اه يا تخيل ربي يحليها لك ان شاء الله. في دارك وتتزوجي الله يسلمك. صح تولي لازم تولي. صح في دارنا نقول لك كاين شكون يطيب مي كي تكوني في دارك يلزم عليك تدخلي الكوزينه لوغ لا كيكون عندك دراري ولا ماما بيبي هكا لازم تطيبي له لازم. قولي لي سونيا كاش وصفه كي حابه تشوفيها مع ناديه في الاعداد المقبله؟ والله غير لا يعطيها الصحه ان شاء الله داتنا كلش. انا حبيت حاجه برك حبيت دير لنا لي لازان اذا معليش ان شاء الله. ما نحوس في اليوتيوب ما دارتوش نورمالمون قال نورمالمون قلت نشوف قبل اذا كانت حطات ولا مي ما لقيتوش. يعني نخمم الا درتي لازان انا ما درتهمش مي ليش ما درتيهمش انا حوست ليش شاف الاخرين داروهم لكن انا نديرهم اما فاصون ولا بات انا نخدمها. اها لا حبيبتي انا ناوي نخدم ديموندي ان شاء الله. ان شاء الله سونيا. سونيا نعم قلت لك عندك بليزير. الله يعيشك ينور ينور ياماتك ان شاء الله وربي يقدرك ان شاء الله فغيمون الوغ لا لي تابلي تاعك لا فاصون اللي تخدمي والله غير ما شاء الله ما شاء الله اختي ناديه. شكرا عزيزتي. صافي شحال شتي ديك المقوله يقولوا لك في العام اللي فات وانا نعيط باش نشكرك هذيك هي انا اللي طحت فيها من العام اللي فات نعيط لك. شكرا ربي يحفظك سونيا على الكلمات الجميله. الله يسلمك الله يسلمك ربي يقدرك انت ثاني اختي كرم والله غير تعجبيني بزاف. يعطيك الصحة حبيبتي. ما غير تزيد اخت سميه ثاني تزيد تضيفني ان شاء الله لما تجي تقعدي ثاني اختي كرم تروحي. ان شاء الله حبيبتي يعطيك الصحة ربي يخليك تعيشي حبيبتي. يعيشك معليش اهداء صغير. بيان سور سونيا تفضلي. نقول في خاطر وليدي وسيم حمزه نقول ربي يطولو في عمره مازال صغير عنده سي موا برك. يا عمري الله يبارك ربي يشدهو لك ان شاء الله. الله يسلمك. ونقول للبابا وماما ربي يطول في عمرهم ربي ان شاء الله. اختي اميره ان شاء الله هذا ما كان في ان شاء الله. وحنا نوجهو لك تحيه كبيره لك سي والي صغير يطول عمرك يطول عمرك خاصنا في ان كرون بليزير هدرت معاكم. تعيشي ولا غير لو بليزير. فريمون كان في مانكون فيس نقعد معاكم كاع لابخي ميدي. ولا غير روحي مرحبا بك سونيا. انا في القبات حبي روحي روحي مرحبا بك. يا عمري طول عمرك اكرام والله غير فغيمون يعطيك الصحة بالك بشوشة تقصري تعيشي حبيبتي فغيمون والله غير بالك صنع في بليزر كي نشوفوا هكا بنات. الله يحفظك حبيبتي والله غير لو بليزير يفوغ نو كي نهضروا مع ناس كيما انتيا. ان شاء الله ان شاء الله ماشي غير هذه الحصة اكرام ان شاء الله المزيد والمزيد من التألق. ان شاء الله يا ربي ربي يحفظك حبيبتي. الله
يعطيك الصحه سونيا، الله يكفي روحك حبيبتي. ميرسي بوكو ناديا وربي يوفقكم ان شاء الله. ميرسي وربي يحفظك. شكرا. باي باي. باي باي سونيا، يعطيك الصحه. هذا كي تهضر مع الناس هكذا يعطوك غير الكلمات الجميله، يعرفوا يهضروا ويتو، هذاك صافي بليزير والله العظيم. تقول هذه هي منهم. وحاشا كي من الحصه كثرتوني من الكلمات الجميله، ربي يحفظك. وسي لا فيغيتي، قلت لها اشاك فوا نقول لك ناديا اون تو جات با دي فلور، دونك ما شاء الله عليك وربي يبقي عليك ستر. امين وإياك حبيبتي. نعاودو نحلولو لي غوتات. لهنا درت البصل. قلت لك كم مانيش حابه تو كروكون كيما يديروا هما يديروا على فانا جي انفيرسي لا غوسيت. انا نحس بلي كون ندير الكبده الاولى هي طيب ونزيد لها الخضره القيمه الغذائيه تاعها راهي راح تروح. دونك سبقت بالخضره، دبلت البصل فوالا حتى نحسو شغل كاراميليزا، ماشي تحرق لي، كاراميليزا ليجيرمون. درت له الثوم 6 سنينات هكا كولا 5، ورميت نص حبه حار، هاد نص حبه حار حنكمل نواسي نزين بها، ونص حبه الاخرى درتها تتقلى. علاش درتها تتقلى؟ باش تلقلي الحروريه تاعها، لانه كون نديرها على فان ما حاش تلقلي الحروريه. لهنايا في هاد لو طون اللي رميت الثوم نزيد الخضر. علاش نزيد الخضر؟ باش يتلقوا لي شويه الماء باش الثوم هذاك ما يتحرقليش. نعرفوا الثوم لو كان نديروه في الزيت راهو رايح يتحرق لنا، يمد لنا ان كو ديزاغريابل. فوالا نبدا بالفلفل. لهنا الفلفل قلت لك سوا بالغوج سوا بالفيغيس مالي متواجدين في الاسواق، مي انا كوم نحب لي كولا ونحب نزيد الاضافات هكا خيرت هذا بلي كولا باش يزيد بنا، سورتو الفلفل الاحمر هذا والاصفر يجي شويه حلوين، دونك حيزيدوا لنا بنا الطبق تاعنا نفس الشكل يجي. فوالا لهنا عندي حبه 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 فرطل تاع كبده. داكور فوالا ميرسي حاشاك ربي يحفظك. لهنايا الكبده واش درت لها؟ درت لها قريصه تاع ملح، شويه كمون، شويه فلفل الكحل، كوم سي نشرملها. انا جو سوي كونتر الكبده نحكمها نكثر لها لي زيبيس. الكبده فيها قيمه غذائيه بزاف كبيره، دونك واش ندير؟ ما نقتلهاش البنه تاعها بلي زيبيس. انا اللحم هادو الكبده ما نحبش نقتلهم بلي زيبيس، جو بريفير هكا في غرياد ولا كش عرفت هكا يشموا برك النار نطفي لهم باش يقعدوا كامل هادوك لي فيتامين تاع الكبده ولا لا فيوند ولا الخضره. ثاني مليحه الكبده والخضره بيان سور، حاجه صحيه. ندير لهنا الخضر تاعي نخليها تدبل لي شويه. باغ كونتر قلت لكم لهنا انا مناش حنخليهم، هما يضيفوهم مع الاخر يخلوهم يتقلاو تقليه زوج، يضيفوا لي تخيت وينحوهم. انا حنخليهم حتى يدبلوا شويه باش نضيف لهم الكبده. ندير لي زيبيس وبعد نرمي لا طوماط. لا طوماط لازم تقعد هكا حيه، شغل نخلوها هكا كبرات باش منها الشكل تاعها يقعدنا شباب، منها ما تدبلش بزاف. نعم باش ما كون نديرها من دوكا حتدبل لنا كامل. سي بوغ سا قلت لك نخيرو طوماطيش ما تكونش طايبه بزاف. فوالا. وبالنسبه لي فخيت نقلوها قبل لي فخيت دوك نقلوها بيان سور. نعاودو لهم برك الوصفات اللي نهار اليوم ناديه. دونك عندنا كبده مشرمله، هاد الكبده على الطريقه اليمنيه، دونك فيها خضاريتو. كنا شوفي ناديه انا نقول وانت صحي لي يا اخي. اوكي دونك كنا قلينا شويه بصل في المقله تاعنا، بصل حبه بصل كبيره، قطعه جوانح. كملي معليش. لا لا كملي انت. درنا ثاني ثوم نورمالمون سنينه ثوم، 5 سنينه تاع ثوم هاي راحت لي. ودرنا ثاني فلفل احمر، فلفل الاخضر، وفلفل الاصفر. دونك الفلفل الثاني ولا ما لقيتوش الاصفر والاحمر تقدروا ديروا الاخضر سواء الاخضر سواء الاحمر. اكزاكتومون سورتو الاخضر متوفر يعني بارتو تلقاو. واش ثاني زدنا؟ وطوماطيش نزيدوها على فان، دونك مع لي زيبيس. طوماطيش ماشي دوكا، لي زيبيس ما نديرهمش دوكا، حيكحلوا لي الكبده تاعي ويمدوا لي المروريه. نشوف لي كولور شهوا هايلين. دونك وبالنسبه لكوب كيك تاع الكبده نديروهم، تشوفوا الوصفه ولا المقادير تشوفوها مور ما نكملوا هذا الطبق. وبالنسبه للحاجه الحلوه نقولوا اون باديغ تحليه، هذه سي موسكوتشو تاع الطليه، دونك اللي كنتو طلبتوه بزاف سورتو المتصلات تاع البارح اللي نوجه لهم تحيه كبيره، كامل طلبوا لنا هذا الموسكوتشو اللي يجي كاري. مشاهدينا الكرام عرفنا ولينا لكم من جديد بعد هذا الفصل القصير، ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم بزاف. دائما مع وصفتنا لنهار اليوم كبده مشرمله على الطريقه اليمنيه اللي كنا بدينا فيها، عندنا كوب كيك تاع الكبده اللي حنشوفوا الوصفات تاعها ولا المقادير تاعها دوك شويه، وكذا موسكوتشو تاع الطليان اللي كنتو نتوما طلبتوه بزاف. الوغ ناديه ورانا. الوغ مازال ما درنا والو،
نصنعوا في الخضر تاعنا يتبالوا انا طوندو نزيدوا الكبده ومن بعد نزيدوا لا طوماط نديروا لي فخيت تاعنا يطيبوا انا طيب لي فخيت سانسيل يعجبوني كي يطيبوا سانسيل لانه بعد راح ندير الملح فوالا ونزيد لهم الملح من الفوق فوالا لي فخيت لهنا نطيبوا نديروهم رقاق هاد لا غوسيت يجو دي فخيت فريمون رقاق نخلو لي فخيت تاعنا لهنا يتخلاو نروحو لي كوب كيك تاع الكبده ونعاودو نولو الطبق الاول ديالنا لهنا لي كوب كيك هادو تاع الكبده كما انا درت الكبده حبيت نكمل كامل المنيو بالكبده الوغ حبيت ندير هاد لي كوب كيك تاع كبده بلا باتا فيلو سي نوفو نحبو حنا عطيت هكا طون سيتو تفضلي من هنا الوغ انا نحوس على البث المباشر باش نقرا شويه تعليقات نشوفو لا يطلع لنا ديالي ديالي معليش اي هاتيني اوكي نشوفو تعليقات شويه لانه الناس كاين يقولوا لنا ماكوش تقراو تعليقات مي حنا والله رانا نقراوهم هاولك فوالا هاكي اكران فوالا شوفي كاين صفحه رسميه هنايا تاع الوشا نقراو منها شويه ونزيدو نقراو من البث المباشر اللي راهو في قناه الشروق تي في تفضلي ناديه كملي ومن بعد نعطي لك تعليقات عندي لهنا كميه تاع كبده اي كبده حبيتو ديروها غلمي بقري لهنا ما نحتموش عليكم لهنا كل واحد يشوف البيدجي تاعو كل واحد يحب يشوف واش ياكل هو كاين ناس ما تحبش الغلمي كاين ناس ما تحبش البقري كاين ناس اللي ما تقدرش تشريهم دونك تقدروا ديروا تاع الدجاج ولا تاع لادان هنايا عندي كميه واحد 400 غرام 300 غرام سا ديبون الكميه لا كونتيتي اللي حابين ديروها عندي حبه بصل تكون غابي لكن في الخشين ماشي في الرقيق حبه فلفل احمر حبه فلفل اخضر عندي لهنا لا بيغي تاع الفلفل الاحمر ولا لا بيغي تاع البوافغون ولا هذاك الفلفل الاحمر اللي نخدموه في الصيف كي يكون وقته ماشي لا طوماط كونسونطري لانه حتجي قرصه لهنايا عندي لهنايا ايبيس تاع الدجاج عندي لهنا اللوز نعرفوا الكبده تمشي بزاف مع المكسرات القيمه الغذائيه تاعها راح تزيد لو كان نزيدوا لها المكسرات حبوا يزيدوا لها سواء اللوز هكا محمص سواء الجوز هي الكبده تمشي بزاف دو بريفيرونس مع الجوز لكن انا حنديكوريها بالجوز نسحق حشيش ومعدنوس بوغ لا ديكوراسيون واش نسحق اوسي هنايا لا غوسيت حنسحق لا باتا فيلو حنخدم لي كوب كيك تاعي بلا باتا فيلو باش تجيني خفيفه هاد الانتري ديالي لهنا نسحق هاد المول كوب كيك هاوليك نسحق هكا دي كيسات دوك يشوفوا معنا طريقه كيفاش راحين نخدموا هاد لي كوب كيك نادية كاين بزاف مي دوموندي ولك غريبية راني نقرا في لي كومونتير راني نشوف قلب اللوز غريبية مدايرين حالة في لي كومونتير خليو يقرب العيد ونديرو شي غريبية غريبية هاي كيكون قريب العيد وقلب اللوز كيكون قريب رمضان انا شحال نحبها الغريبية سي با مون غاتو بخيفيري انا نموت عليها انا بون بكري ما كنتش انفان افون ما كنتش نحبها مي دوكا طمينة اللوز ولي حوت لاغوسة تاع غريبية كان درتها شاف ام نوفل كنت درتها انا ديجا العام اللي فات تسمى يولو الوصفات القدم ديالنا حلوة سميت ثاني كنضلو ديمونديوها لنا دجاج محشي بالارز درنا الدجاج والرز نديرو بزاف الدجاج والرز هنا في البلاطو واش ثاني قلب اللوز قلت لك ناديه قلب اللوز وداير حاله هو بالغريبيه بري راسك مانيش حابه ندوق عن ليرو يقرب رمضان السمانه ولا يقول لك عم درتو لنا قلب اللوز فهمتي ما قلت نخليه وما نشمو حنا ثاني شويه هذيك الريحه تاع رمضان كاب كيك اليوم راح نديرو كاب كيك بالكبده دونك قريب كيما لي كاب كيك بسكوي رولي وصفة تاع المعجون قالك مين داك مين داك دير لنا وصفة تاع المعجون داكوغ شكرا على كل التعليقات الإيجابية نقدروش نقراوهم كامل 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 ديجا اللايف ويطلع دونك يعطيكم الصحة كامل الناس اللي يتبع فينا من كل ولايات الوطن تحية كبيرة لكم كل واحد بأسمه لي غراتان إن شاء الله كنا درنا غراتان تاع لي بات تاني هايل وصفة المحشوشة قالك شاف نادية ممكن بقلاوة هذا شغل طلع ليا
حنا ما كنا بقلاوه ناديه. حنا شوفوا لي غوسات اللي درناهم غير ساعه ما نقدروش نعاودوهم. شوفوا اون غوسات اللي درناها العام اللي فات ولا العام اللي فات ودومونديتوها بزاف كيما قلب لوزاكو دومونديو بزاف وراه جاي رمضان اوكي نقدروا نعاودوهم. تاع غوسات درناها غير ساعه ما نقدروش نعاودوها حنا نولوا في هذاك التكرار. دونك اللي حب لا غوسه تاع بقلاوه درتها انا يحوس عليها في اليوتيوب ودارتها ام نوفل صافي بالك واحد دو موا ولا ام واي دمي يلقاوهم في اليوتيوب. ثاني كاين بات فايتي لي دومونديوها حلوة الصعبة لا سوب تاع البواسون ولا لا سوب تاع الحوت. وحده قالت لك مقلوبة الكبدة ما بانيش مقلوبة مقلوبة بالكبدة. وي نقرا شويه تعليقات ثانيه في صفحه برنامج الو شاف لانه يعني دائما يقولون ما تقراوش التعليقات تاع الصفحه تاع الديريكت. هي نركزوا خاصه على التعليقات تاع اللايف على المباشر هنايا لانه هذا هو المباشر اللي راه يجوز في الصفحه الرسميه لقناه الشروق على الفيسبوك. دونك كاين يعني دوموندي وزلابيه ديول مملحات لي غراتان والتحليات هادو كامل شفتوهم ديجا وحزيدوا تشوفوهم ان شاء الله يا رب في الاعداد المقبله معنا ديال ان شاء الله. الوغ لهنا بعد ما دبالت لي هذيك الخضره شوفوا دبالت لي لكن ما طاحتليش ماشي نسحق هذاك الفلفل طايح لي ان بو كاراميليزي باش تعطيني ديك الحلاوه لكن الشكل تاعهم شوفوا الفلفل راهو قعد لي على حبه ما نسحقش الفلفل لهنا يتحرحر لي. لهنايا واش ندير نحكم هذيك الكبده اللي كنت شرملتها هكا شغل دوزنتها قبل درت لها ملح فلفل كحل وشويه كمون شويه فقط باش ما تخسر لهاش لوكو ديالها. لهنا نقطعوها دي لامال ولا جوانح كيما قطعنا الفلفل والبصل. فوالا نحاول لهنا نخلط معاها لي زانغريديون لكن بلا ما نخسرها. نعرفوا الكبده ما فيهاش الروح الشكل تاعها راح ورايح يتخسر لنا لو كان نكثر نحرك فيها. فوالا واش ندير هنايا هنا ندير لي زيبيت ندير شويه عكري باش تبدل لي برك هذيك لاكولور. ما كثرش لي زيبيت لانه هاد الكبده ما فيهاش مارق لو كان كثر لي زيبيت حتجيني مره لي زيبيت هادو شغل ما عندهمش واش حيطيبوا. فوالا الفلفل الكحل والكمون الكبده نعرفوها تحب الكمون والثوم. فوالا الملح بيان سور فوالا نحركهم لهنا غير بالعقل. في هذا الوقت هذايا واش ندير نقص لهم على نار قليله ندير لا طوماط ونخليها طيب. هذيك الكبده واش حدير حتطلق الماء تاعها لا طوماط تطلق الماء تاعها نخليهم يطيبوا في غربهم ماشي على نار قاويه باش الكبده هذيك تطلق لي شويه معاها باش يتجانسوا هكا لي زانغريديون تجيني الماكله بنينه. فوالا دونك لا طوماط خليناها على فان باش تقعد باش تقعد لي هكاك. فوالا دونك مشاهدينا الكرام مكملين دائما في استقبال اتصالاتكم على رقم 023 792 94 او ظهر بيان سور اسفل الشاشه ونستقبلوا اتصال اخر ونقولوا الو مساء الخير. انقطع الاتصال للاسف نطلبوا من المتصله ولا المتصل انه يعيد الاتصال بنا وكامل الناس لم يحاولوا الاتصال من خلال هذا الرقم. نقول لكم انه الرقم عليه ضغط شويه لانه الناس كامل تحاول تتصل في وقت واحد لكن كاين ثاني البث المباشر يعني اللي عنده فيسبوك يقدر يدخل فيسبوك ويشوف البث المباشر يقدر يخلي تعليقات نقراوهم دوكا وفيما بعد كذلك وكذا الناس اللي برا يقدروا ثاني يشوفونا في البث المباشر. مشاهدينا الكرام نعاود نولي ناديه دائما مع الكبده والشرمله حطيناها لهيكا خليناها نقص لها النار ونخليها طيب. لهنا نروح للكوب كيك. كوب كيك عندي لهنا كبده كنت نقيتها وقطعتها لهنا حندير لها حبه بصل لكن انا نشوف بلي هذا البصل بزاف على هذا لاكونتيتي تاع الكبده حبه تاع البصل سيغمون كانت شويه كبيره. درت لهنا شويه زيت حندير لو كونتخيغ ماشي كيما هذيك هذه نرمي كاع المقادير ونخليها تتجمر لي في غردها. دونك يا حبه صغيره يا نص حبه كبيره يا نص حبه لانه هنا عاد الحبه كبيره راني قسمتها على نص حبه فلفل حبه فلفل خضراء ملح فلفل كحل وكمون لا بيوري تاع البوافرون ندير واحد نص كاس ماء ونخليها طيب في غردها هاد الاخر. على عكس هاد الكبده شتي هذيك الكبده عطيت لها وقتها تجمرات فيها الاف مي كوم هادي اون فاكس شغل ما نعطي لها نحط كلش على مره نمرقها بواحد نص كاس ماء ونخليها طيب لي. التوابل تاع الدجاج
نضيف الكحل شويه عكري باش تبدل لي بك لاكولا والكمون بيان داكور. سنستقبلوا اتصال اخر مشاهدينا الكرام ونقولوا الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء الخير. واش راكي لاباس؟ الو الو انا نسمع فيك. الو انا نسمع فيك انا نسمع فيك. الو شيف. الو شيف. ايه انا امينه. الو ايه راكي تسمعي فيا من الهاتف ولا من التلفزيون؟ ايه ساي نقص له نقص له. نعم خلاص نقصت له. اه نقصتي له. هيا تخي بيان سمعيني من الهاتف باش نقدروا نسمعوا بعضنا. سافا راكي مليحه حبيبتي؟ الو وي انا نسمع فيك. قلت لك راكي مليحه لاباس صحتك سافا؟ الحمد لله وانتم راكم مليح؟ والله غير لاباس. شكون معنا عارفين عليك؟ ام نور ليلى من ولايه استغانم. الله يبارك. مرحبا بك. مرحبا بكامل الناس من استغانم. اول مره نجرب واول مره نحكم. عندك الظهر الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله. كي راكم دايرين كي دايره الشيف ناديا اللي شيف كاع. تعيشي حبيبتي. والله رحنا اسعد كي تتصلوا بينا ونهضروا معاكم. راكم مليح كامل. والله غير لاباس الحمد لله. كاش طيابات كاش لي غوسيت؟ الحمد لله. برنامج شباب بزاف نتبعوه. الحمد لله يا ربي نتبعوه. الحمد لله. ولا عندك كاش طالب كاش وصفه معك شاف ناديا؟ الحمد لله راكم كوفين وموفين. الله يسلمك حبيبتي. تعيشي. كاش ما عندك اضافه؟ كاش ما عندك حاجه؟ عمرك ما تتقايا بلي نحكي. بصح تبينه تبينه صافي لونتون. اليوم برك جربتي نتبع من حيث كانت شاف ليلى كانت هاي. الحمد لله يا ربي الحمد لله. شوفي اليوم درنا وصفات هايلين تقدري تجربيهم في الدار. حاجه سهله حاجه بنينه. وركزي على قلب اللي شوفي كاع لي غوسيت نسييهم وما يجينيش مانيش عارفه علاه. حنا نقولوها الشاميه عندنا. نعم حنا نقولوها الشاميه. اه داكور. القلبوز تقولها قلب اللوز. حنا نقولوها الشاميه. الشاميه. اه داكور. ان شاء الله حاجه تكون الشاميه ولا القلب اللوز حيكون في العاده المقبله. غوسيت اللي تنجح 100% خاطر دائما نسييها وما داكور داكور مانيش عارفه علاه. فهمتك. كاين طلبات بزاف عليها على الشاميه ولا على قلب اللوز. كي يكون قريب شويه رمضان انا راح ندير لكم وصفه 100% ناجحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. بالصحه ان شاء الله. ممكن نبدا صغيره؟ بيان سور. تفضلي تفضلي. شوفي نهدي تحياتي لافامي مريساتي وكاع ناس غير هيزان ولافامي بن حال كاع وين ما كانت. وشكرا لكم وربي يخليكم ان شاء الله. ربي يحفظك وربي يخليك ان شاء الله. تعيشي حبيبتي ربي يخليك. سلام. على خير يعطيك الصحه. اذا مشاهدينا مكملين معكم في برنامج الو شيف دائما بوصفات متميزه طرق سهله مع شيف ناديا طبعا. ورانا لحقي ناديا هاي ارواحي ديتك بلاصتك. دونك هذه تاع لي كب كيك توجور تمرقه خفيفه جوست باش يطيب هذاك البصل والخضره. فوالا ما تجينيش هذاك لابيوغ اللي درتها تاع الفلفل الاحمر لهنا اللي ما عندوش هذاك الفلفل الاحمر يقدر يدير طماطم مصبره بصح اون كويير يحلها في الماء ما يحطهاش ديريكتومون كيما درنا البارح ونمرق بها هذا لافاخ تاع لي كوب كيك. لافاخ تاع لي كوب كيك ما نسحقهاش تكون مايها باش ما تشمخيش هذيك لاباط فيلو ديالي. داكوغ فوالا. اذا مشاهدينا الكرام مكملين معكم في البرنامج مكملين مع الوصفات. نروحوا لفاصل قصير جدا وبعده راجعين. اذا مشاهدينا عوده لكم من جديد بعد هذا الفاصل القصير ومكملين دائما مع برنامج الو شيف اللي كنا قبل الفاصل ذكرنا بالوصفات اللي رايحين تشوفوهم معنا لنهار اليوم. دونك كنا درنا كبده مشرمله على الطريقه اليمنيه اللي كان فيها الفلفل الاحمر الاخضر والصفر وكذا الطماطم. حنزيدوا لها لي فخيت. لي فخيت تاعنا راهي تقلى كما كنتوا تشوفوا شيف ناديا اين حاتها. وكذا لي كوب كيك بالكبده اللي شفنا لافاخ تاعها عيط طيب ثاني فيها كبده شويه فلفل ليتوسا
مع لا بات اللي حنشوفوها دوكا مع شفنا ديالو حنشوفوا كيفاش شكلنا كاب كيك. بالنسبه للتحليه ولا الحاجه الحلوه اللي حنشوفوها على فام اللي هي موسكوتشو تاع الطليه اللي كنتو طلبتوه بزاف حتى المتصلات البارح كانوا طلبوه حتشوفوه معنا فيما بعد. الوغ نادي نعاودو ليك نروحو لكاب كيك تاعنا لهنا بلا باتا فيلو. انا كنت خدمت شويه من قبل على جال الوقت هنا واش نديرو لا باتا فيلو اللي تباع في الاسواق. حيقولوا لي عطينا لا غوسيط على باتا فيلو. نقول لهم نقدروا نديروا باتا فيلو في الدار لكن محال حنخرجوها رقيقه هكا دونك هادو كوم ماما لاحات تشرو هاد لاباط وتخدموهم بها منها رقيقه سهل عليكم الخدمه والسعر تاعها ماشي غالي وحتخرج لهم الا حيديروا هاد الكوب كيك. هاد الكوب كيك ملاح عراضه ملاح هكا صح حتى هكا فوالا تحطيها. واش ندير عندي هاد المول هكا تاع لي كوب كيك كنت دهنتو بالمارغارين دونا لهنا دهنتو هادو مازال ما دهنتهمش باش تشوفوا الشكل هكا قدامي. تحكموا المول تدهنوه مليح نحكموا فتافيلو اللي تباع في الاسواق نورمال نقسمها ابوبخي هكا على ثلاثة. شكرا اكرام حيل نقصك للنار فوالا. هاد لافتافيلو تاعي فيها لهنا 5 ورق حبوا يزيدوا كثر يزيدوا باش تجيهم ورقه بزاف. نحكم هاد ال فوالا هاد المستطيل هذا اللي درتو نزيد نقطعو على 3 ابوبخي فوالا. عيني ميزاني لهنا ماشي شرط يكونوا كامل كيف كيف ولا. بعد واش ندير نحكم هاد المارغارين تاع ماني كنت ذوبتها كل ورقه ندهنها وحدها فوالا ندهنها هكا ابان ماشي نكثر لها لانه 5 ورقات مدهونين حتولي لنا الماكله غراس. دونك واش ندير ندهن هكا ورقة على ورقة. هاد المملحات راهم تخي طوندونس هما يديروهم بالدجاج باللحم تقدروا ديروهم بأون موسو فرماج موسو فولي لكن انا حبيت نبدل لافاخت نتوما تحكموا فوالا كون درت كبدة شغل انا نحب كي ندير ميوني هكا يكون لونتخي تكون كامل كيف كيف فوالا. ما بين شاك ورقة ورقة ندير هكا لوغرا 5 ورقات حبوا يزيدوا كتر يقدروا يزيدوا حتشد لهم لكن شوية اليد وشنو تجيهم ورقه شابه. انا لهنا درت 5 اوراق فوالا. بعد نحكمهم هكا في هاد لو مول جيسبيغ راكم تشوفوا في لي ديتاي وتحاولوا تدخلوهم غير هكا بالعقل. فوالا فوالا شوفوا كيفاش راني ندير باش الشكل يجيني شباب يجيني مكمشه وهذوك لي بوردور يجوني واقفين. نحاول كيفاش نسقم لهم الشكل الجمالي ديالهم. نزيد نخدم حبه قدامهم بعد نديروهم يطيبوا. دوك نوري لهم وين حندير لي كيسات. الا كتشوفوا لهنا الحبات راني دايرت لهم لي كيسات ما تكثروش لي دم ما بين وحده وحده باش ما يغلبكمش لي دم كي تكونوا تاكلوا. اللي حب دير السمن بيان سور تقدر دير السمن لكن انا نحب قلت لكم نخدم مارغارين ماني لانها تورق لي مليح. فوالا راني نشوف لهنا بلي عندي 6 اوراق ماشي 5 غلط في الحساب لكن انا هادو درت لهم 5 فوالا. شوفوا كيفاش راني ندير نزيد الورقة الأخيرة بيناتهم ندير يا السمن يا المارغارين. فوالا نحكم هذيك الحبة ندخلها هكا بصبعتي نسقم لها الشكل تاعها باش يجوني هكا واقفين من الفوق يجوني شابين. واش ندير نحكم لي كيسات نديرهم لهنا في قلبها. علاش نعرفوا لاباتا فيلو تتنفخ دونك انا نديرهم لهنا في القلب تاعها. نحكم هكا حبوب جافه بواكاسي عدس لوبيا اي حاجه عندهم نديروا لهم هكا باش ما يتنفخوناش فقط. تسمى هاد البواكاسي ايتو حيدير لي الفوا باش ما يتنفخوليش هاد الحبات. بعد ما يطيبوا نقدر نحيهم. هادو الحبوب جافه خبوهم لي طاخت نطيبوهم بهم ولا باش ما يتنفخوناش. حميه ما تنفخوش اي حاجه عندكم ديروه وخبوهم اشاك فوا طيبوا بهم لي طاخت ما حكوش حترموهم فوالا باش ما تنفخليش الحبه ديالي. واش ندير فرن مسخن من قبل ندخلهم للفرن واحد 12 دقيقه باك فيلو ما فيهاش الروح تتورق لي يحمروا لي في النص تاع طياب نحيه هاد لاكيسات باش يكملوا يحمروا لي من الداخل. تري بيان باكي يحمروا نعمرهم بهذيك لافاكس نزيدوا لهم اللوز من الفوق شويه معدنوس ولي تري بيان المملحات تاعنا راهم واجدين. الله يبارك يعطيك الصحه ناديه. دونك مشاهدينا الكرام كما شفتوا كانت هذه لي كاب كيك تاع الكبده اللي قلنا لكم كامل الوصفات في بدايه البرنامج. نعاود نذكركم انه لي كاب كيك هذوما راح يكونوا اللي درناهم بلا بات باتافيلو هذه كما شفتوا ناديه دخلتهم من الفوق حنديروهم بهذا الحشوة تاع الكبدة فيها تاني الفلفل أحمر وأخضر
وكذا كنا حطينا الفلفل اللي كنا مرحي هكا نقولوا لا لا بيوري تاع الفلفل فوالا فوالا. وكذا كنا درنا الكبده مشرمله على الطريقه اليمنيه كما شفتوا. نحلوا هاد لافاخ تبرد لنا شويه هنايا الكبده اللي هنا نطفيت لها هنايا. شوفوا طفولها مشيت ما تكونش ناشفه، تكون هكا فيها مريقه خفيفه شغل تعسيله فقط. شوفوا الشكل تاعها راهو يشهي، الريحه ضربتني باش نقول لكم. لهنايا كي تكونوا حتقدموها هكا، انا مش حنقدمها دوكا، لو كان نحط فيها الفخيت الفخيت حتشمخ لي. تكونوا حتقدموها ترموا هكا كميه تاع الفخيت الفخيت الضروري تندار هكا رقيقه باش تاكلوا الوصفه على كما على اصولها كما يقولوا. هلا نرمي فيها الفخيت ونحركها، لكن انا كم مش حنقدمها دوكا ما نحركهاش باش ما تشمخليش الفخيت. كي تكونوا حتقدموها تقلوا الفخيت وتخلطوها معاها مع عدنوس من الفوق ولا حشيش هذاك الحار اللي خليته اون غونديل. وانا الوصفه تاعي راهي واجده. اوكي لهنا ما كثرش الفخيت حتى تولي تبان لي غير البطاطا. دونك انا من بعد كي نحرك نشوف اذا نزيد هاديه ولا لا لا. اوكي نحو هادو منا سي بون. دونك منا مع الكبده مشرمله على الطريقه اليمنيه قادونا لي كاب كيك حمار ونديروا لهم الحشوه لداخل. ندوزو للموسكوتو. ها هي تري بيان. هاد لا باتي فيلو تكملوا تعمروا بها المملحات تاعكم. كي تقعد لكم تغلفوها هكا تري تري بيان وديروها في كيس بلاستيكي، ما لازمش يضربها الهواء، هاي فيها لادات وقتاش تخسر لكم. تقدروا تخدموا بها، وجاي رمضان نخدموا بها بزاف حوايج. من ريحتها هذه راهي مشم ريحه مليحه والكمون ميم لي كولور هكا يجيو شابين. قلت لهم هاد لي كوب كيك حبوا حشو تاع دجاج تاع اللحم يقدروا يديروه. هذه الحشوه تاع لي كوب كيك سي بون فعلا يعطيك الصحه. هلا هادو يبقاو للتزيين اللوز المعجنه هذاك الحار من فوق للتزيين. نروحو للمسكوتو تاع الطلية كان دومونداتو متصلة البارح. متصلات البارح ثلاثة متصلات دومونداوه. انا تالما كنت حاباتو قلت فوالا خفيف ظريف يرجعنا لا نوستالجي. البارح دارنا كي شافوني نوجد فيه لانه لازم يبرد باش تقطعيتو دونك وجدتو قعدوا يفكروا فيها قالوا لي زمان طيبوا ديك السنيوه تاع ميتها راه ندوها ونطلوها. قالت لك راه يقطعوها مع كاس كازوز ماشي ما فقر على كاس كازوز والعرض صح حلاوتها هذيك ولا غير حلاوتها وي مملوك تاعهم فيهم هذاك السيترون ايتو يجي بزاف بنين. وانا اليوم دوزيت لهم السيترون انا ما قلتش لكم دقت شويه قبل ما ندخل دقت السيترون شحال فيهم بنين وي دقت شويه بركا ماشي حاجه. فوالا لهنايا واش عندي؟ عندي وصفه نيمبورت كيل موسكوتو يقدروا يديروا بها. بصح انا هذه الوصفه ننصحكم بها ما فيهاش البيض بزاف، اقتصاديه بنينه وتجي بزاف خفيفه. الوغ نسحق لهنايا الباتور. واش عندي؟ عندي ثلاثه حبات بيض. اوكي البيض لهنايا نورمال يكون متوسط شي حبه كبيره بزاف باش ما تفوسيناش لا غوسيت، لانه البيض كي تكون الحبه كبيره تقدر تخسر لك الوصفه. فوالا ثانية ثالثة. أنا دايما نقول لهم كسروا البيض أكوتي باش إلا كانت حبة خاسرة ما حاش تخسرنا كامل. يعني تشوفوها فيها اسكو راهي تقدري تستعملها ولا لا. دير قريصة ملح. زمان إكرام يقولوا الملح زعما باش ينحي العين ما ديك الحاجة. ما كانوش ما قراوش ما على بالهمش، لكن حنا كي قرينا يقول لك اللي تعديل الذوق يكون أني كيليبغ ما بين السكر والملح. قريصة هكا تاع الملح. الملح معروف ينحي العين. يعني. بحال ما قراوش يعني على بالهم بالضبط. ندرب شوية هاد ثلاثة حبات تاع البيض تاعي. نسحق كاس تاع سكر، كاس المشهور، كاس تاع زيت، كاس حليب، أربعة ملاعق مايزينا. هذه الوصفة ما تبدلوهاش بزاف خفيفة وبنينة. أربعة ملاعق تاع مايزينا، زوج كيسان فارينة. لهنا عطر الزبدة ماشي ضروري، أنا نحب نديرو فليكي كيمد ريحة بنينة. داركم تولي تريح كاع كاطو. ملعقة معمرة مليح تاع فانيلا. عندي لهنايا واحد الملعقة ولا زوج ملاعق تاع مبشور تاع الليمون. لا يحاولوا يديروا واحد ثلاثة حبات ولا باش يحسوا بلي ياكلوا حاجة سيترون، ماشي ندير هكا حبة واحدة برك باش تغلب لي ريحة البيض ونحس بلي ناكل حاجة سيترون. مهم هو يقين هذه في لاغوست. وي بون اللي ما يقدر يديروا زيت دورونج مثلا، لكن انا كوم طلية حنديرها سيترون مزهر اي تو تسمى لو كاتو حيجي بنين كيكون حاجة تاع الحموضية. فوالا هذه هي. نحرك البيض ديالي
بصح نزيد هذاك الكاس تاع السكر اكرام شويه على المقادير في الطريقه ديالنا. ثلاثه بيض كاس سكر كاس الاسطوري اللي كيلو به كامل. هلا لهنايا ما يشقفش زعما بيتخا ولا بصح لي عندها تقدر تطلع شويه البيض مع السكر نطلعوهم حتى يبيض شويه الخليط. انا راني حنجيب الباتور اوكي باش يذوب لنا شويه هذاك السكر ما يقعد لناش هكاك حبات لانه هذا السكر لو كان ما نخلطوش شويه اكرام وما يذوبش في الطياب حنلقاو الكاطو تاعنا ما شغل فيه بقعه هكا ماغ لانه السكر هذا كينحرق ما نطلعوش شويه دو بريفيرونس بالباتور. هذه هي طلعي لي راح نطلع الفوق. نحيت لهذوك هذوك لي كوب كيك بعد ما حمارو وشدو روحهم نحيت لهم هذاك الكيسات مع هذوك الحبوب الجافه باش يطيبوا لنا الداخل في الوسط باش يحمروا هكاك خضوره. لهنا السكر هكا مع البيض نزيدوه شويه شوفوا لهنا ما نطلعوش بزاف قسمه داب لي السكر فقط وحبست ما نزيدش نطلعو دوكا لانه كان طلعوا بزاف وشي صرا المسكوت يعجبك يطلع لك هكا فوق انت تخرجيه هو يحبط لك دونك نطلعوا قسمه يدوب لي السكر فقط. بعد واش ندير غير بالفوي ندير هذاك الزيت هكا ندير الزيت على فوقش ما يلعبليش من الفوق. فوالا لهنا كاين بلان دو غوسيت فيهم الياغورت فيهم الجو سيترون مي هذه لا كلاسيكيه حبيت نديرهم كلاسيكيه مي كثر راسهم ولا زيت حليب سكر وهما داروا مسكوت. شوف لا غوسيت تاعنا تاع امهاتنا جداتنا ديجا تحيه كبيره لكم لي غومير ولا الجدات اللي يشوفوا فينا الناس الثانيه اللي طلبوا لنا هذه لا غوسيت. فوالا انا شوفوا الزيت درتو 3 ولا 4 فوا ما درتوش على فوا باش نتحصلوا من بعد على كريمه لانه كون نديروا على فوا الزيت حيلعب لي من الفوق. الحليب تاني نضيفه غير بالعقل حتى يخلطوا لي جميع المقادير ما فيهاش كومبليكاسيون هذه الوصفه. ديجا انا نحب هكا باغفوا وصفات كما يقولوا سون شيشي الفوي ونزيد عليه ان كاطو. شنو هي الريحه اللي تطلع كيكون قريب العيد وهكا الطليه لهنا واش عندي هذاك لو زيت عندي مبشور تاع 3 ولا 4 حبات ليمون عندي ملعقه فانيلا عندي عطر الزبده هذا يديروا في العيد ثاني ناديه نعم بيان سور عطر الزبده هنايا دير واحد نص ملعقه صغيره ما تكثروش منه. عندي زوج كيس خميره كيميائيه باش يجيني طالع شبعت ما تخافوش ماهوش حيجيكم لو كو تاعها في الفورمولا فوالا. عندي 4 ملاعق تاع مايزينا هنا نحاول ندخل كامل هذه المقادير بعد نبدا نضيف الفرينه زوج كيسه المقادير مضبوطه ما يزيدو ما ينقص. تحبي تعاودي لهم المقادير نعاودهم لهم. دونك بالنسبه للمسكوتشو تاع الطليه ولا المسكوتشو اللي كنتو طلبتوه كامل الناس اللي راكم تشاهدوا فينا بدينا درنا 3 حبات بيض يكونوا متوسطين درنا كاس سكر الكاس هذا اللي كيلو به واش ثاني درنا فكريني زوج اكياس ولا ساشيت تاع الخميره كيميائيه فكريني زيت سي بون كاس زيت وكاس حليب ولوغو تاع الزبده ثاني هذاك اللي حابين نزيدوه خميره كيميائيه كنا قلناها وهذا ما كان نورمالمون والمايزينا مايزينا 4 ملاعق كيسان فارينا تري بيان حبوا يديروا المبشور تاع
حبوا يديروا المبشور تاع برتقال يديروا مبشور تاع برتقال كوم يقدروا ينحوا كاع الزيت بصح الزيت لهنا هو اللي راح يلعب دور كبير. لهنا واش نديروا؟ نجيبوا هكا ان بلاطو يكون مدهون مليح نزيد له شويه لانه بلاطو جديد. البلاطو اللي يجي لهاد المقادير اكرام هو 30 على 27. هاد المقادير يرفدوهم هاد البلاطو باش تجينا حبه شابه 30 على 27. وتجي مرفوده 30 على 27. هاد البلاطو تاع البسبوسه متواجد كاع في اوكي في الاسواق في الديار كامل نخدموا بسبوسه برا تلقايها يتباع اللي ما عندوش يقدر يلقاها. هذه هي ندهن البلاطو تاعي هنا مليح فوالا باش ما تلصقليش. انا نحب ندهن بمارغارين الكاطو تكونوا تاكلوا فيه حتجيكم هذاك لوغو تاع المارغارين. نجيب شويه فارينا اوكي نصبودغي البلاطو تاعي باش ما تلصقليش هكا نضمن بلي راهي رايحه ما تلصقليش وتدي مولا لي فاسيلمون. واش ندير؟ ندير لو كاطو ديالي هنايا البلاطو لهاد المقادير 30 على 27 لانه دائما يبعثوا لي يقولوا لي البلاطو دونك انا صباح قصته باش نعطيكم مقادير مضبوطه. اوكي فوالا واش ندير هنايا؟ ساهل ماهل كما يقولوا ساهل خفيف ظريف. قلت لك ما حبيتش نكومبليكي يا دي غوسات بالياغورت بالجو ايتو ما حبيتش نكثر لهم. شوفوا لهنا واش ندير؟ نحاول هذوك الفقاعات اللي فيه نخرجهم باش كي يطيب ما يعاودش يحبط لي. هذوك الفقاعات واش يطلع؟ يطلع 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 حنا نخرجوه هو يحبط لنا. بعد ما نحبطوا له هذه الفقاعات نديروه يطيب في فرن مسخن على 180 درجة. نحو هذوك لي مول تاع لي كوب كيك ديالي فوالا نديروه يطيب فوق فونتيلي. لهنا هاد لي كوب كيك تاعي راهم واجدين نعمرهم بهذيك لافارس فقط. انا نجوز نوري لهم قليه فقط تاع لو كاتو ساهله خفيفه ظريفه بالك سخونه اكثر. شوفوا لهنا قليه ما عنديش مقادير مضبوطه. شوفوا عندي كميه تاع السكر عندي عصير تاع الليمون هذاك الليمون اللي درت الزيت ديت العصير ديالو وعندي شويه تاع مزهر. نحكم هنا شويه عصير الليمون كميه قليله فقط واحد الملعقة تاع مزهر عصير ليمون وسكر كلاص فوالا واني نلم فيها هكا بالسكر. هاد القلية ساهلة خفيفة ظريفة ما حبيتش ندير لها البيض ما حبيت ندير لها والو لأنه ان كاطو شغل تاع كل يوم علاش علينا نروحو نديرو له بياض والبيض ايتو ونحبها تقعد لي طرية سي بوغ سا ما درتلهاش بياض البيض. بعض الناس كاين اللي يحبوا يديروا لها بياض البيض باش تنشف لهم ليه لكنها تنشف ليه ما تخافوش منها. فوالا شوفوا درت كمية تاع ليمون وواحد الملعقة تاع مزهر باش تريح لي بالمزهر واني ندير في السكر حتى نتحصل على القوام اللي حباته. انا القلية تاع الموسكوتو نحبها ثقيلة باش تجيني انكوش شابه وكاين اللي ما يحبش لاكوش تجي خشينه يخليها خفيفه. حبيتوا تخلوها خفيفه خلوها هكا مايها. تحبوها ثقيله تقعدوا تزيدوا في السكر حتى تولي لكم ثقيله. تحبوا ديروا لها كولورون روز تحبوا ديروا لها فيغ تحبوا تخلوها اختياري يعني يولي اختياري. بعد ما يطيب الموسكوتو تاعي نجبدو من الفريجيدار نخليه نجبدو من الفوق عفوا سواء نديرو فريجيدار يبرد لي سواء نخليه يبرد تماما. ما قدرش نديرها هكا نديرها هكا حتى يحيد يعني من دافي لا لا يبرد, لا لا يبرد تماما. نفرغ فوقه هذيك الطليه نخليها تنشف تماما ساعه زوج سوايع وقت ما نشفت لكم تزيين يكون بالعقاش نقطعوا لو كاطو تاعنا. الكاطو باش يجيكم شباب مقطع على ديكو تاعو شابه لازم هاد الطليه تنشف مليح عليه. شوفوا القوام اللي نتحصل عليه هنايا لانه راني حابه الطليه تكون ايباس مانيش حابتها خفيفه. حبوها خفيفه ما يزيدوش السكر ما فيها والو عصير ليمون مزهر والاخر على فا واش ندير لها باش تولي لي تبرق واحد الملعقه تاع زيت ملعقه فقط ما نكثرش باش تقعد لي ديك البروقيه هي مع الاخر. فوالا هذه هي الاطباق تاعنا تاع نهار اليوم هي واجده. لي كوب كي هادو نعمروهم زينوه بمعدنوس. لهنايا الكبده تاعنا راهي واجده واش نديرو نحركوها فقط عفوا. لهنا قلت لكم علاش ما حبيتش نحركها باش ديك البطاطا ما تشمخليش تقعد حيه شغل اللي يبقى الشكل تاعها شباب. تزيين لهنا يكون بالحشيش وحبيبات تاع الحار. هذه هي طيب بيان يعطيك الصحه ناديه. نتلاقاو في مائده التقديم مشاهدينا الكرام. مواصفاتنا هي كبده مشروبه على الطريقه اليمنيه كوب كيك بالكبده توجور وموسكوتشو تاع الطليه اللي كنتو طلبتوه بزاف. اذا نروحوا هنا على فاصل قصير وبعده راجعين لمائده تقديم كامل الاطباق ووصفات تاع اليوم. اذا
إذن مشاهدينا الكرام عودة لكم من جديد دائما في ختام برنامج آلو شيف كما تعودتوا في مائدة تقديم كل الوصفات والأطباق اللي شفتوا التحضير تاعهم في كوزينة آلو شيف منذ بداية البرنامج ونروح للشيف نادية. ميرسي إكرام. يعطيك الصحة أنت يا شيف نادية. أطباق تاعنا تاعها اليوم راهي واجدة، الكبدة على مشرمل على الطريقة اليمنية، التزيين تاعها يكون هكا بالحشيش ولا بالمعدنوس، هي بالحشيش، مي حنا بشتي باغفوا ما نحبوش الحشيش، دونك أي حشيش يحبوهما يقدروا يزينوه بها، والحبات هكا تاع الحار من الفوق يزيدوا لها شوية كمون هكاك من الفوق، مقبلة تاع الكبدة راهم واجدين راكم تشوفوا فيهم، التزيين هو صح بالمكسرات لكن أنتم تقدروا تستغناو عليه، بون إلا كانت عندكم مناسبة كوديروا لهم هكا اللوز، انا جو بريفير الجوز لانه الجوز يمشي بزاف مع الكبده على حسب القيمه الغذائيه اللي فيهم في نزود، اللي ما حبوش هكاك زعما يديروهم للدار ولا فقط يديروا غير معدنوس فقط من الفوق، شتوهم خفاف ظراف ويطيبوا ليه ليه، سورتو الا كانت عندهم مناسبه يقدروا يخدموا هاد لي كوب يخدموهم من قبل، يغلقوا عليهم في علبه فداك النهار تكون عندهم مناسبه يعمروهم فقط. عندنا الموسكوتشو تاع الطليه تاعنا، حبوا نطلعوه بالطليه غوز نديكوريو هكاك بالورد، هو التزيين يبقى غير بالحبه تاع العقد، لكن حنا نحبوا هكا شويه نطوروا فيهم، شوفوا الحبه تاعكم تخلوها تبرد مليح الطليه باش تقطعوها، شوفوا شحال يجي الكاطو خفيف، والطليه ثاني طريه راهي تتكسر وحدها، والقوت على القارص ما نحكي لكم. يعطيك الصحه اكرام، انا نشكر كامل فريق الو شاف احلى فريق. يعطيك الصحه حبيبتي، نشكر كامل الفريق، نشكرك انت ناديه على هذه المجهودات. اذا مشاهدينا الكرام انا نقول لكم نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله، نفس الموعد نفس القناه شروق تي في ونفس البرنامج الو شاف، انا نخليكم بقى على خير.